معالي النقيب، مصر يعني مصر في كل زمن وكل مرحلة وكل مجال من المجالات في حاجة بتبقى طفرة، حاجة ملهاش يعني تكرار. يعني في الفن لو قلنا فيه أم كلثوم، لو قلنا فيه في القرآن الشيخ محمد رفعت، قلنا في الاقتصاد مش عارف مين، ناس يعني طفرات كده في مصر، أو في الكورة محمد صلاح مثلا أو الخطيب زمان. يعني في مصر حد ما بيتكررش. التاريخ هيتكلم بعدين، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، المؤرخين التاريخ هيكتب ان كان في واحد اسمه سامي عاشور حرص على نقابة المحامين وعلى مال نقابة المحامين وعلى جداول نقابة المحامين وعلى مهنة المحاماة نفسها وعلى مهنة المحاماة. الوقت الكلام اللي بتقال ده كلام قدام سعادتك، لا انا بتكلم على الكلام اللي اتكتب بعدين، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة. الناس دلوقتي بتجتمع عشان تحارب، تختار نقيب ضد النقيب سامي عاشور. هم اللي اخطأ، هم اللي قالوا لا لزيادة المعاش. سعادتك ما قلتهاش. اللي قالوا لا للمعاش هم اللي بيجتمعوا ضد سعادتك النهاردة أو بكرة أو بعده. لكن سعادة الرئيس التاريخ هيكتب عن سعادتك بعد عشرات السنين، هيكتب عن الأستاذ سامي عاشور.